مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج مسارات إبداعية الذي نستضيف فيه فنانين ومثقفين وكتاب. معنا في هذه الحلقة الفنان الكاريكاتوري المتميز عبد الغني الدهدوه. مرحبا بك سي عبد الغني. شكرا. بداية بغي نطرح عليك واحد السؤال كيبان لي أنه أساسي، وأنك أنت ومجموعة من الكاريكاتوريين الشباب شكلتوا نوع من النهضة الكاريكاتورية في المغرب، وهذه النهضة كانت غير مسبوقة. واش ممكن تحدثنا على هذا الجانب تفصيل؟ هي ماشي نهضة، هي في الحقيقة استمرار لما كان من قبل. فيمكن نهضروا على نهضة كانت عاوتاني في السبعينات، لما كانت صحف كبيرة تصدر في المغرب مختصة في الكاريكاتير. ففي الحقيقة مرحلة السبعينات هي مرحلة مهمة جدا في تاريخ الكاريكاتير المغربي. وإذا قارناها اليوم بما يحدث اليوم، فكنلقاو مثلا أن الصحف غائبة على الساحة للأسف، في الوقت اللي كنلقاو الأعمال تنشر على أوسع نطاق في الفيسبوك، في وسائط الاتصال ديال سواء الإنترنت أو في مواقع عالمية. يعني ربما السبعينيات كانت كتميز بهذه النقطة بالذات ديال وجود صحف، وكانت صحف سيارة، وكانت كتنافس أخبار الصوت مثلا، نعم كانت كتنافس الصحف الحزبية وكتسوق عليها. حتى أن مثلا السي العربي الصبان كان كيقول على أن الأخبار السوق مثلا والأسبوع الضاحك فيما بعد كانوا كيبيعوا اكثر من المحرر ومن الاتحاد الاشتراكي ومن العالم، كيشريهم من الانسان العادي يعني ماشي طبعا مثل الخبز. يعني كانوا المغاربه كيستهلكوا بزاف الصحافه الصغيره في السبعينيات والثمانينيات. نعم، هذه مرحله كانت مرحله ازدهار في المغرب، لان الكاريكاتير في المغرب لما بدا في الستينيات ربما اكتملت الحلقه ديالو في السبعينيات، وعرف بعد الضمور في مرحلة نهاية الثمانينيات اللي ينبثق من جديد في التسعينيات مع هذا الجيل الشاب اللي يعني المرحلة عرفت عاوتاني تطور آخر على مستوى الجرافيك، على مستوى الأساليب، كاين وجود طابليطات عوض الأقلام والأوراق. يعني المرحلة أخرى يعيشها الكاريكاتير العالمي والمغربي. نعم، واش ممكن نقولوا بأن هذا الجيل هذا استفد من الإنترنت؟ وشنو هو الدور الإنترنت اللي لعبوه فأن هذا الجيل يعني قدر يكون في الواجهة؟ قدر يبان لأن العدد الكاريكاتوريين ما يمكنش نقارنوهم بالعدد اللي كان في السبعينات ولا في الثمانينات. لا طبعا، لأن المساحة ديال النشر كانت ضيقة. كان رئيس التحرير في الصحف هو اللي كيقدر يمرر الرسم، أو يتم يعني إذا بغيت تقول يتم إيقافه في واحد الحد معين، لأنه يتحكم في اللعبة بكاملها. هذه مسألة ما بقاتش نهائيا، لان تغيرت المعطيات، تغيرت المعايير ديال النشر. اصبح الفنان ممكن يعني يعمل حساب فيسبوك وينشر الاعمال اللي بغى وبدون حدود وبدون رقابه، تقريبا بدون رقابه، حتى الرقابه اصبحت يعني عندها خطوط مرنه، ما بقاتش بداك الشكل اللي كان قبل. وأصبحنا أمام معطيات جديدة كما قلت على مستوى النشر وحتى على مستوى المنافسة، لأن المنافسة أصبحت عالمية. فأنت ترسم رسما فيتم يعني عرضه على أوسع نطاق، وكيشوفوا الأجنبي، كيشوفوا المغربي، كيشوفوا ابن الحي، وكيشوفوا المكسيكي والأمريكي. يعني أصبحت المسألة يعني عرض مفتوح عالمي، وبالتالي ارتفعت الوتيرة ديال المنافسة. فاليوم إما أن تكون يعني فنانا عالميا أو لا تكون. نعم. وما كتشوفش معايا بأن واحد النوع الهامش ديال الحرية اللي جا مع ربما مع العهد ما يسمى بالعهد الجديد، حتى هو عطاه الفرصة لهذا الجيل أنه يعبر بحرية أكبر؟ لأننا يعني كنعرفوا في العهد القديم يعني العهد الحسن الثاني كان صعيب أن الكاريكاتوري واخا يكون موهوب أنه يعبر ويرسم داكشي اللي بغى، ماشي بحال الآن. طبعا الكاريكاتير في المغرب بين العهدين عرف واحد الخطوة كبيرة جبارة.
اولا على مستوى النظره ديال السلطه لهذا الفن. يعني في عهد المرحوم الحسن الثاني كانت نظره اخرى ديال السلطه لهذا الفن، نقدروا نقولوا على انه كان شبه محظور، يعني كان الفنان مضايق على نطاق كبير. يعني ما يشبه الفتوى التي صدرت عن المرحوم الحسن الثاني اثرت بشكل كبير جدا على الفنان وعلى المنابر اللي كانت كتحتضن الفنان في نفس الوقت، يعني كانت كتغامر. لاحظنا على ان مثلا في الصحافه الحزبيه لما كان الفنان يشتغل في صحيفه ما فكان يستعمل لتمرير الرسائل، لا يتم تشغيله فقط للتعبير عن ارائه الحره، لا لم يكن تسمى منابر الحزبيه. اي طبعا الاحزاب، لان كانت المنابر الحزبيه هي اللي كانت قادره تشغل هي منابر حزبيه معارضه، يعني طبعا فكانت تستعمله كوسيله لايصال بعض الرسائل الحاده للسلطه او تستهزئ من قرارات معينه صادره من السلطه، فكانت تشغل الفنان على هذا المستوى. لذلك يمكن نقولوا على ان الفنان كان موجه، كان يعني تحت التوجيه الكامل من طرف الصحفيين الذين كانوا يعملون على توجيهه بطريقة أو بأخرى. والآن تغير الوضع، اليوم تغير تماما هذا الوضع، أصبح الفنان يشتغل مثل أي صحفي، بل يعمل بطريقة كتابة الرأي، يعني يعبر عن رأيه بشكل حر نسبيا. يعني حتى الخطوط الحمراء الموجودة اليوم هي خطوط حمراء واضحة، خطوط حمراء معروفة ومعلن عنها ومحددة، ولم يعني توجد مساحة للتعبير أكثر بكثير من ما كانت قبل. نعم. سي عبد الغني، الكاريكاتور هو فن بصري بامتياز، لكن في الفضاء الصحفي والكاريكاتوري في المغرب نلاحظ ان الاغلب الكاريكاتوريين المغاربه لم نقل كل يغلبون لغه الكلام والكتابه على لغه الصوره، بحيث قليل فين كنشوفوا رسم قائم بذاته. رسم كاريكاتوري ممكن يعطي يخلي المشاهد يخلي القارئ يكون ذكي ويستشف الخطاب من خلال ذلك الرسم. واش هذا استغراء للقارئ ولا خوفا من ان القارئ ولا المتابع ما يتبعش الخطاب ما يفهموش؟ لا بالعكس تماما، هو الكاريكاتور كلما اقترب من المعايير الصحفيه الا ويستعمل الكلام، لان الحدث طبيعه الحدث اليومي كيتطلب هذا المعيار هذا بالذات، لان اللوحه الكاريكاتوريه كلما كانت صامته كلما اقتربت الى المجال التشكيلي المجرد اللي ممكن اننا نحطوها في واحد المعرض ونعرضها على ناس، ربما نعرضها على نخب معينه هي اللي غادي تتعاطى مع هذه اللوحه، وهذيك اللوحه ما مرتبطاش بواحد الحدث معين كيموت، انما كتبقى كتدوم يعني مع الوقت. لكن في المجال الصحفي انت مع الاحداث المندوره للنسيان، يعني تتجدد على مدار الساعة وكل مرة حدث جديد، وبالتالي مسألة يعني وجود الكلمة في الرسم مطلوب يعني ضرورة صحفية. وحتى على مستوى المدارس اليوم، المدارس الكاريكاتورية الموجودة في الساحة، مثلا المدرسة الأمريكية التي جمعت ما بين المدرسة الغربية التقليدية المعروفة اللي كانت كتستعمل الكلمة والمدرسة الشرقية الروسية والمدرسة أوروبا الشرقية اللي كانت كتعتمد فقط على الكلام على الصورة الصامتة، فدمجاتهم وصبحت الصورة الكاريكاتورية تجمع ما بين هاتين المدرستين، يعني صامتة وفي نفس الوقت يعني ناطقة في نفس الوقت. شنو هو بالنسبة لك الفنان الكاريكاتوري الجيد، خصوصا اللي كيشتغل في جريده يوميه بحال اللي كتشتغل انت؟ واش هو اللي كيملك اسلوب فني جيد، عنده اسلوب وعنده رؤيته، ولا خصو اضافه اخرى وهو يكون متابع ومحلل جيد للاحداث الاجتماعيه والسياسيه اللي كتوقع في البلاد وفي العالم بحال اي صحفي متخصص؟
هو فنان الكاريكاتير مجموعة كبيرة من المعايير اللي خصها تتوفر فيه حتى يتحول إلى رسام كاريكاتير محترف، وإلا لكان أي فنان تشكيلي غادي يلقى راسو فنان كاريكاتوريست في أي جريدة، وهذه المسألة ما يمكنش تكون نهائيا، حتى أن المعاهد ديال الفنون عبر العالم ماشي بالضرورة أنها تقدر تخرج لك رسام كاريكاتير ناجح. يعني المتخرجين من هذه المعاهد كيخرجوا فنانين مهارة في الرسم، ولكن الفنان الكاريكاتير شيء آخر. فنان الكاريكاتير خص أولا يكون عنده حس صحفي، يعني قادر يتعاطى مع الخبر، مع الأحداث الجارية، قادر يحلل، قادر يتأمل، وخص يكون عنده حس اجتماعي، يعني كيقدر يعرف المجتمع، كيعرف عالم مثلا المرأة وعالم الرجل وعالم الطفل، يعني والشارع وما يحمل به هذا الشارع، أشياء كثيرة يجب أن تتوافر في الرسام الكاريكاتير، بالإضافة إلى إجادته للرسم. ثم في العملية ديال الرسم هناك عملية اختزال وتكثيف كبيرين يقوم بهم الفنان الكاريكاتوريست، وهو عمل يختلف نسبيا في الأعمال التشكيلية الأخرى اللي كيقوم بها أي فنان تشكيلي آخر. ولذلك ممكن نقول على أن الكاريكاتوريست هو فنان في جزء منه، وتقني، ويعني ذو بصيرة ينظر بعين خاصة للمجتمع وللسياسة وللحدث اليومي. لكن كنشوفوا بأن كاين فنانين تشكيليين كيزوجوا بأنهم فنانين تشكيليين وفي نفس الوقت رسامين كاريكاتوريين، واش هذا ما كيعنيش ان واحد الجانب كيجي على الجانب الاخر؟ مثلا الفنان التشكيلي ما كيكونش قوي بنفس القوه اللي الفنان التشكيلي اللي متفرغ غير للفن التشكيلي فقط. ولا شك كما يقال في التراث الاسلامي على ان الخط الجميل يزيد الحق وضوحا، يعني الخط الجميل سيسحر القارئ ويأسره، وغادي يخليه حتى انه اذا كانت الفكره ضعيفه ما غاديش ينتبه لها وما غاديش يعطيها بزاف ديال المساحه في الرؤيه ديالو، يعني العمل الفني، بقدر ما غادي يشوف الخطوط الساحره الجميله الآسرة. هذه قيمة مضافة للعمل الفني. وكتلقى ان كاين تباين ما بين فنان وفنان، مثلا كاين الفنان اللي كيعتمد على قوة الفكرة وكيهمل الخطوط، كتكون خطوط عفوية، القارئ ما كيعطيش يعني أهمية كبيرة للخطوط بقدر ما كيشوف الفكرة. مثلا كل فنان باش كيتميز، وكل فنان عنده نقاط قوته ونقاط ضعف. نعم. بالنسبة لي لك شنو هو الصعوبات اللي يمكن يواجهها ممارس الفن الكاريكاتوري اليومي اللي كيشتغل في الجريدة اليومية بشكل يومي؟ لا، الأفكار، يعني الأفكار متمنعة جدا في العالم ديال الكاريكاتير، خصوصا وأن مطلوب منك كل يوم تنزل بأفكار مبدعة، أفكار فيها إبداع، خصوصا أن المستهلك لا يراعي هذه الإكراهات اللي عند الفنان. هو مطلوب منك أنك تنتج ذيك الفكرة الجميلة الجيدة اللي فيها كل المعايير ديال الكاريكاتير، وهذا صعب جدا على الفنان كما كانت المؤهلات ديالو، فهو ما يقدرش يلبي هذه المعايير كلها بشكل يومي. وخصوصا كنتذكر في هذا المقام ما قاله الشاعر نزار قباني، كان قالوا له تكتب معنا في دار الادب في لبنان، قال لهم لا، قالوا له علاش، انت صديقنا وانت يعني خصك تدعمنا وتكتب معنا في دار الادب، يعني تكتب مع المنابر اللي كتنتج دار الادب، قال لهم انا كنخاف من المطبعه تلتهمني. ففعلا هو الرسام الكاريكاتير امام فوهه المطبعه كل يوم، وعليه أن يعطيها كل يوم المادة الجميلة. نعم. واش عبد الغني الدهدوه تأثر بمدرسة كاريكاتورية ما، ولا فنان كاريكاتوري عالمي، وفش من توجه كيمكن ترد الأسلوب ديالك؟ واش يمكن تقول بأنك الأسلوب ديالك كينتمي لتوجه ما ولا مدرسة ما في الكاريكاتور؟ والله أنا
صراحة في البداية حاولت ننعتق شوية من هذه المسألة ديال المدارس وديال يعني السبيل محدد معين طريق معينة. حاولت نكون رسام فقط يعني هكذا عفوي، نستلهم من مدارس متعددة، نقدر نكون يعني في رسوماتي شخصيات ماشي دهده واحد، يعني دهدوهات في الرسوم، يعني كتلقاني ربما نكون متهكم، نكون صاخر، نكون جدي، نكون حزين، نكون يعني كل مرة كيفاش تلقاني في الرسوم، وكل مرة أريد أن أنوع في الرسوم، حتى أنني في هذا الشأن هذا ما بغيتش نعمل شخوص تتكرر. انا ما عنديش عائله، ما عنديش ماشي بحال بعض الكاريكاتوريين عندهم شخصيات كتكرر، الصبان ناجي العالي عندهم شخصيه كنوجدوها في جميع الكاريكاتوريست. حاولت يعني نتمرد شويه على هذه المساله، وحاولت نكون يعني كل لوحه تعبر عن حالها بشخوصها المحددين، يعني ارسم باستمرار لا اكرر الشخوص الا نادرا جدا. لكن ممكن نفرقوا عند عبد الغني الدهدو بين جوج الحالات، الرسم الكاريكاتوري انت متخصص جريده يوميه عطيناك تكتب ترسم الرسم ديال الراي جريء، هذا كيتطلب نوع من الخصوصيه، وخا ان الجريده فيها صفحه او ملحق كاريكاتوري، انت عندك هذا الرسم ديال الراي، كي رصد الراي وكترسم ايضا في الصفحات الاخرى وكترسم البورتري، يمكن تحدثنا على التنوع في ربما الانواع الكاريكاتوري. لا طبعا هو الراي عنده معايير خاصه، عنده طريقه خاصه ديال معالجه الفكره. فالراي انت تنتج رايا، والرأي ولو أنه يلزم صاحبه، ولكن أنت مطلوب منك يعني كرسام أنك تكون عندك فكرة، أولا تكون نخبوية لأن هذا رأي تقرأه نخبة معينة، تحضر إلى جانب أسماء وازنة في اللي كتكتب الرأي في الصفحة، وبالتالي كنحاول نرفع المقام، وماشي بالضروره نكون يعني ذاك الرسام الهزلي، الرسام لا، اتناول القضيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، واستعمل معايير محدده اللي هي مطلوبه في الراي. عندما اكون في الصفحه الصاخره اكون ذلك الرسام الذي يريد ان يسخر من الحدث اليومي والعابر الى اخره، ومن الانشطه السياسيه، ومن للشخص، ومن الشخصيات السياسيه الى اخره. في البورتري حاولت، لان البورتري بالنسبه لي هو متعه خالصه، انا ارسمه بحريه، يعني اكون خارج اكراهات العمل الصحفي، فامارس البورتري خصوصا في على مستوى الصفحه ديالي في الفيسبوك، لان بالنسبه لي رسم البورتري هو متعه خاصه جدا، وعنده جماليه، وعنده وهو تحدي حتى للفنان، لانه ينفعه في الرسم في الجريده، لان الشخصيات اللي كنتناولوها كنرسموها، وخص من الافضل الرسام ما يكتبش الاسم ديال الشخصيه على الرسم، يخلي القارئ هو يعرفها، واذا عرفها القارئ فهذا نجاح حد ذاته. بالنسبه لي لك ومجهة نظرك، واش ضروري ان الفنان الكاريكاتوري يكون كيحمل روح السخريه في الداخل ديالو، ولا ان هذا غير مهم وان الحرفه تكتسب وان حتى السخريه ممكن ان تصنع حينما نريدها في رسم الكاريكاتوري؟ اعتقد ان السخريه ماشي مطلب فقط، وانما هي مساله اصيله في الفنان. إذا ما كانت شي موجودة عند الفنان، موجودة في طباعه، فمن الصعب يصبح رسام كاريكاتوري، يعني هذه مسألة معروفة، ما يمكنش يكون الرسام كاريكاتير رسام كاريكاتوري إلا ما تتواجد فيه ديك الروح ديال السخرية الأصيلة، يعني اللي كتولد معاه ربما موجودة في طباعه، مسألة يعني ضرورية. يعني هنا التقنية والفن كله كيصبح بدون سخريه
لا مكملات صعب ان يكون فنان كتابية جيدة. مكملات مثلا الذكاء ديال الفنان عنده دور. ممكن يكون الذكاء ديال الفنان في حد ذاته سخرية، يصنع سخرية، يعني طريقة المعالجة، طريقة الزوايا اللي كي يعني المنظور اللوحة، احيانا كيلعب الحركة، اللعب على الحركة ديال الشخص في الرسم ديال الكاريكاتير مهمة جدا وتصنع السخرية. هذه مسألة يعني تتعلق بذكاء الفنان وطريقة تعامله والمهارة ديالو في التعامل ديالو مع اللوحة الكاريكاتورية. نعم، أسستم مؤخرا جمعية لفناني الكاريكاتير وتم انتخابك رئيسا لهذه الجمعية، واش ممكن تحدثنا على هذه التجربة؟ اي طبعا تمكننا، انا اقول تمكننا لانه من اواخر الثمانينيات الى اليوم والمحاولة ديال تأسيس اطار يجمع الرسامين ما عمرها ما توقفت، كانت دائما موجودة ولكن كان اخفاق في تجميع الفنانين في اطار. طبعا لوجود حساسيات وتوجهات سواء كانت سياسية شخصية آراء خلافات شخصية أحيانا أو تتعلق بالتوجهات العامة ديال الإطار، إذا كانت دائما إخفاقات في تأسيس الإطار. أخيرا احنا اعتمدنا، كنا جربنا في 2010 وخفقنا نحن كذلك كجيل في تأسيس هذا الإطار، لكن مؤخرا اعتمدنا بالخصوص على المجموعة اللي كتشتغل في المهرجان ديال شفشاو، وارتئينا على أن هذه المجموعة قدمت يعني ما يسمى بالنجاح النسبي في تنظيم مهرجان. هو ماشي سهل، حتى هو يحتاج إلى مجهود وإلى عمل جماعي وإلى تنسيق والكثير من الأشياء. فقلنا لما لا هذه المجموعة هي نفسها مع إضافة بعض الأسماء اللي غادي تكون في الواجهة فقط، أما في النهاية فالجمعية غادي تكون كتشمل الجميع وتحتضن الجميع، خصوصا كل من تعاطف معها أو التحق بها. فهي غادي تحاول تحقق عدة أشياء، منها بالخصوص ما يتعلق بالوضع الشخصي للفنان والأسري والإنساني للفنان، ومن جهة أخرى تحاول تطور الأساليب، لأن نحاول نخلقوا تكوينات للفنان، لأن اليوم التحديات كبرت وحتى على مستوى التقنية تطورت على مستوى العالم. بغينا المغاربة حتى هما يملكون أفكار كاريكاتورية لكن خص التقنية تطور شوية. نعم، تحدثت على المهرجان، واش ممكن تزيد تكلمنا على هذا المهرجان وشنو هو الدور ديالو في مواكبة الفعل الكاريكاتوري في المغرب وفي مساندته؟ المهرجان وان كان بدا بشكل عفوي حقق بزاف ديال الحاجات في الحقيقه للكاريكاتير المغربي. فهو اولا وضع الكاريكاتير في الواجهه، اصبحت وسائل الاعلام كتتكلم على هذا الفن، كتتكلم على الفنانين، اصبحوا بعض الاسماء يعني نجوم يتحدثون في هذا المهرجان وكيوصل الصوت ديالهم عبر وسائل الاعلام. فهي مناسبة جميلة لالتقاء الفنانين والاحتكاك وتبادل الخبرات ما بين الفنانين، سواء الفنانين المغاربة مع بعضهم أو الفنانين الأجانب الذين يستضيفهم المهرجان. من جهة أخرى أصبح المغرب يعني واجهة ديال الكاريكاتير على الضفة ديال البحر الأبيض المتوسط، لأن احنا كنا مغيبين على هذا النطاق. كاين بزاف ديال البلدان في البحر الابيض المتوسط مهتمه بالفن الكاريكاتير، فن الكرتون بجميع التجليات ديالو الانواع ديالو. اليوم الحمد لله يعني المغرب اصبح عنده واحد المكانه، كنبغيو نحاولوا نزيدوا نطوروا فيها باش يصبح المغرب عنده واحد القدم على هذا المستوى. ومن جهه اخرى اصبحنا كنستضيفوا ناس مختصين في عالم الصوره، كنستافدوا منهم، يأتون إلى المهرجان ويحاضرون، يعني كاين استفادة كبيرة من المهرجان. شكرا سي عبد الغني، تحياتي لك وشكرا أنك قبلت نستضيفك في هذا البرنامج. شكرا لكم وإلى حلقة أخرى من برنامج مسارات إبداعية.